إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام علي يا أم علي فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن الزعفاء فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكسر يماني فوديني بي فأتيته بالكسر يماني فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا قرتين وسمرة فؤادي فقال يا أما إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام علي يا أمة فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرتين وسمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت له فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهم السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فقبل علي نهب الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسرى؟ قال عليه السلام: يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكسرى، فلم أغتمن جميعا تحت الكسرى. أخذ أبي رسول الله بطرف الكسرى يوم بيد اليمنى إلى السماء، وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي، لحمهم لحمي ودومهم دامي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم، أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن صارمهم، وعدو لمن عدوهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني ولو منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماوات مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسرى. فقال الأمين جبريل: يا ربي ومن تحت الكسرى؟ فقال عز وجل: لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل: يا ربي، أتأذن لي أن أحبط للأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهب الأمين جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام يخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: بعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكسرى. فقال لي أبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكسرى من الفضل عند الله. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا وسبحاني برسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة
وهون بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن تفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله بدنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي والذي بعثني من حق نبيا واستغفرني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله بدنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.